وفي مثل هذا اليوم من عام 1799 غزا نابليون سوريا ودخل يافا عنوة بعد حصار طويل ومقاومة شديدة. كانت الحكومة العثمانية قد أعلنت الحرب على فرنسا، فأقدم نابليون على غزو سوريا، وعند دخوله يافا أعمل فيها قتلا ونهبا وأعدم 4000 من حاميتها كانوا قد اعتصموا بالقلعة بعد أن أعطاهم الأمان. وجرى التنفيذ في تلال الرمل الواقعة جنوب غرب المدينة والتي سميت بقعة الشهداء. وقد فشى الطاعون في جيش نابليون بسبب القتل الكثير، واستمر احتلال نابليون للمدينة 3 شهور وانتهى بعد أن ألحق بها ولا سيما بياراتها خرابا كبيرا. وفي مثل هذا اليوم من عام 1920 اجتمع المؤتمر السوري العام بدمشق وأعلن استقلال سوريا بمناطقها 3 بما فيها فلسطين، وأعلن فيصل ملكا عليها. قال البيان الصادر عن الاجتماع إن المؤتمر الممثل لسوريا بأقطارها 3 يعلن استقلالها بحدودها الطبيعية على أن تراعى أمان اللبنانيين الوطنية في كيفية إدارة لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب، بشرط أن يكون بمعزل عن كل تدخل أجنبي. أسرع رجل وقتها على الماء واليابسة مالكولم كامبل حطم اليوم سرعة جديدة هي 276 ميلا في الساعة. القوات البريطانية احتلت اليوم ماندلاي في بورما. البرلمان الأندونيسي يجمع على استبدال الرئيس سوكارنو بقائد الجيش سوهارتو. السعودية تعلن اليوم أنها ستقدم مساعدة للدول الأفريقية قدرها $1 مليار. أبصر النور في مثل هذا اليوم المخترع الفرنسي نيس نيسافور الذي كان أول من حصل على صورة فوتوغرافية دائمة. وولد في مثل هذا اليوم توماس ماساريك مؤسس تشيكوسلوفاكيا وأول رئيس لها. سافر إلى روسيا بعد الحرب العالمية الأولى وقام بتنظيم جيش للمقاومة من سجناء الحرب التشيكوسلوفاكيين. تفاوض مع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون حول شروط استقلال بلاده، وتبنى ويلسون مطالب مساريك بأن أضافها إلى بنود التسوية السلمية لما بعد الحرب العالمية الأولى. وولد اليوم أخصائي علم الأمراض الطبيب ديفيد بالتيمور الذي حاز جائزة نوبل في الطب بفضل بحوثه الهامة حول مرض السرطان وطريقة انتقاله إلى الخلية لتتحول إلى خلية سرطانية عبر مروره من حمض RNA إلى حمض DNA وليس العكس كما كان شائعا من قبل.